منعيجي في هذه الكرة داخل منطقة العمليات، تبقى لصالح المولودية. رأسي رأسي الهدف الأول لبيازيد. بيازيد في المكان المناسب والوقت المناسب يتمكن من افتتاح باب التسجيل. بيازيد سفيان العمانيس. إذن أجواء كبيرة هنا في دكة. معليش نشوف الإعادة. أنيس الرأسية، تمريرة ذكية، شوف واصطدمت بأحد المدافعين في المرة الأولى ثم عادت ورأسية تقريبا في الزاوية البعيدة، خادعت وغالطت زكريا سعيدي الذي تلقى الهدف الأول. معذر جمال بن عمري، بخمة سيطلب الكرة، توصلوا تعودي جمال بن عمري، طويلة من جمال بن عمري إلى الثلاثي بلايلي، وقف كورتو يرجع في تمرير هذه الكرة، الثاني لمولودية الجزائر. الثاني لمولودية الجزائر بعد تمريرة ذكية. شوف وضعية تحليمية نقدر نقول مفاجئة في هذه الوضعية، شوف تمريرة وإضافة الثاني لفريق مولودية الجزائر. مدرب ديما ذكية ذكية على يمين الحارس لتيم. عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة العملية، تنفذ هذه الكرة، ماذا هناك؟ ولا هدف في المرة الثانية بصعوبة. هدف أول لفريق زغاد، يتمكن من متابعة جيدة لهذه الكرة ويقلص. مخالفة منفذة بطريقة جيدة، ولو أنه بدت وكأنها قد تكون تجاوزت الخط أم لا. على كل المتابعة تمت، وزغاد يقلص الفارق لصالح وفاق سطيف. بينما سعيدي يدخل، سعيدي يدخل بهذه التمريرة في وسط الميدان. دائما الكرة الصيفية لبوشامة، توغل التسديد من بعيد وهدف التعادل. التسديد من بعيد وهدف التعادل عن طريق بوشامة صالح. وضعية مفاجئة من جانب بوشامة، الوقت سدد بقوة وبدقة على يسار الحارس لتيم، يتمكن من معادلة النتيجة وإعادة الأمور إلى بدايتها وإلى طبيعتها. أوكيل عمار اللاعب السابق لمولودية الجزائر يتمكن إذن من إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد هذه التسديدة الدقيقة باليسرى. هدف طرف فتح الله، ينفذ هذه الكرة، تعود مرة ثانية، ينجح في المراوغة، زيد يوزع الثالث عن طريق بليلي، رأسية بليلي القائم الأول تقريبا بنفس الطريقة، يضيف الثالث والرابع في رصيده. يوسف بليلي في المكان المناسب، ركنية منفذة بطريقة جيدة، مررت للطار فتح الله، راوغ ووزع من طار فتح الله بطريقة جيدة ثم توزيعه الليلي، واصطدمت بأحد اللاعبين، يتمكن يوسف الليلي من إضافة الثالث. شوف التوزيعة ورأسية يوسف الليلي، غالطت الحارس الذي اصطدمت هذه الكرة قبل أن تصل إليه، اصطدمت بكولويبالي سليمان، وبالتالي هدف ثالث لمولودية الجزائر عن طريق بالليلي. حلا واحد من اللاعبين المتميزين، ربما على الجهة اليمنى، طار فتح الله على الجهة اليمنى، توزيعة والرابع عن طريق بيازيد، توزيعة والرابع عن طريق بيازيد. بيازيد هجمة معاكسة منظمة دقيقة، الرابع في هذه الدقيقة الحادية عشر. شوف طار فتح الله على الجهة اليمنى، التوزيعة، شوف اللاعبين المدافعين يرجعون إلى الخلف ومنحوا المساحة اللازمة لبيازيد ورفقائه بعد هذه التوزيعة من جانب العيش. مرتاح البال. الخماسة ما يتمكنش من هذه الكرة، تمريرة ذكية ذكية ذكية، هذه الكرة والثالث. ذكية هذه الكرة والثالث. كنت نتحدث عن أنه كان مرتاح البال، لكن تمريرة ذكية، بوشامة يتمكن من إضافة الثالث لفريق وفاق سطيف.
ذكية هذه الكرة، الكرة شوف عملية جماعية في المستوى من الحمري، بوشامة يتوغل يراوغ ويمرر أو يسجل مباشرة. بوشامة صالح عبد التواب يضيف الثالث لوفاق سطيف. أربعة ثلاثة بعد مرور 35 دقيقة. توكي بدر الدين مريبة ضاعت هذه الكرة. بليلي مرزوق يطلب الكرة، مرزوق يطلب الكرة توصلوا والخامس، والخامس لمرزوق، والخامس لمرزوقي ومولودية الجزائر في هذه اللحظة. يوسف بليلي يمرر تمريرة ذكية دقيقة مركزة، مرزوقي يستلم الكرة في ظروف مواتية يضيف الخامس بالنسبة لمولودية الجزائر في هذه هي الدقيقة الثانية والثالثة من الوقت البديل. شوف التمريرة، مرزوقي خذا كامل وقته لترويض الكرة ثم التسديد بقوة بقدمه اليسرى التي ضيع قبل دقائق من هذه اللقطة هدفا كان محققا. شوف الهدف الخامس لمرزوقي ولمولودية الجزائر. كنت نتحدث أنه مرزوقي سجل هدف من 5 أهداف سجلت بعد الدقيقة 90، ها هو يسجل الهدف الثاني له بعد الهدف الذي سجله أمام نجم بن عكنون بعد الدقيقة 90، وهو الهدف السادس الذي يسجل في الوقت البديل. مرتاح البال الخماسة ما يتمكنش من هذه الكرة، تمريرة ذكية ذكية ذكية، هذه الكرة والثالث، ذكية هذه الكرة والثالث. كنت نتحدث عن أنه كان مرتاح البال لكن تمريرة ذكية، بوشامة يتمكن من الهدف الثالث لفريق وفاق سطيف. ذكية هذه الكرة، الكرة شوف عملية جماعية في المستوى من الحمري، بوشامة يتوغل يراوغ ويمرر أو يسجل مباشرة. بوشامة صالح عبد التواب يضيف الثالث لوفاق سطيف. أربعة ثلاثة بعد مرور 35 دقيقة. توكي بدر الدين مريبة ضاعت هذه الكرة. بليلي مرزوق يطلب الكرة، مرزوق يطلب الكرة توصلوا والخامس، والخامس لمرزوق، والخامس لمرزوقي ومولودية الجزائر في هذه اللحظة. يوسف بليلي يمرر تمريرة ذكية دقيقة مركزة، مرزوقي يستلم الكرة في ظروف مواتية يضيف الخامس بالنسبة لمولودية الجزائر في هذه هي الدقيقة الثانية والثالثة من الوقت البديل. شوف التمريرة، مرزوقي خذا كامل وقته لترويض الكرة ثم التسديد بقوة بقدمه اليسرى التي ضيع قبل دقائق من هذه اللقطة هدفا كان محققا. شوف الهدف الخامس لمرزوقي ولمولودية الجزائر. كنت نتحدث أنه مرزوقي سجل هدف من 5 أهداف سجلت بعد الدقيقة 90، ها هو يسجل الهدف الثاني له بعد الهدف الذي سجله أمام نجم بن عكنون بعد الدقيقة 90، وهو الهدف السادس الذي يسجل في الوقت البديل.